كميه كمامات قدامي ايه وكميه كحول ايه ده. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقه جديده واحد حلقات برنامجكم صحتك ثروتك، صباح الفل. خليني الاول بس نبتدي بحاجتين كده، نقول للدكتور عادل المرزوق استشاري التنميه الذاتيه والاداريه للبرنامج، نقول له الحمد لله على السلامه، كان مر بس بوعك الصحيه وان شاء الله يكون معانا الاسبوع اللي جاي. الحاجه الثانيه يعني بنوجه رساله لاعزائنا واخواتنا وابنائنا الطلاب الثانويه العامه، ان بكره ان شاء الله هيبتدوا امتحاناتهم او بعد بكره 21، وخليهم نقول لهم يعني ننصحهم نصيحتين كده على المشي في السريع. اولا تبقى هادي جدا، تبقى هادي خالص وتاخد الموضوع بالراحه وبهدوء، ما دام انت عملت اللي عليك لازم تبقى هادي الاعصاب. كانت بتمر بيك ظروف معينه، كورونا ومش كورونا، بس هو اللي هيفرق واحد من واحد هو مدى الثبات الانفعالي بتاعك ومدى استقرارك النفسي. تقوم الصبح تقف، تحاول تقف في البلكونه او في الشباك، تاخد تعمل تمارين لصدرك لمده 5 دقائق، تاخد شهيق وزفير، تاخد الشاور بتاعك، تتكل على الله وتخليك هادي خالص عشان تعرف تناول ورقه الاسئله وبتاع. نتمنى ليهم كل التوفيق والنجاح. الاسبوع اللي فات كنا ابتدينا معاكم دور الاعلام في ازمه كورونا، وتناولنا برنامج صحتك ثروتك، واتفقنا الاسبوع اللي فات ان برنامج صحتك ثروتك بحكم ان هو برنامج طبي كان من اول البرامج اللي بتتناول موضوع ازمه كورونا، ازمه فيروس كورونا. وانا فاكر كويس قوي ان احنا قلنا من ضمن الحاجات القويه اللي عملناها لما ابتدينا نستعرض الارقام ونحلل الارقام ونطلع منها ببلان اوف اكشن، وده اعتقد الاتجاه دلوقتي في القيادات السياسيه عندنا ان هم بيحاولوا ياخدوا قرارات بناء على الارقام. واتفقنا ان في بعض المناطق فيها الارقام زياده شويه وبعض المناطق الارقام فيها مش زياده شويه، وقلنا هو هتتحط ليه الارقام هنا زايده وايه الارقام هنا مش زايده. خليني اقول في الاول احنا كل الساده الزملاء الاعلاميين اخواتنا واصدقاء منهم اصدقائي وبتاع، في الاعلام في حاجه اسمها الاعلام السلبي وفي حاجه اسمها الاعلام الايجابي. الاعلام السلبي والايجابي انت تسال نفسك، هو انت بعد ما بتشوف برنامج بتطلع منه بمعلومه ايجابيه ولا معلومه سلبيه؟ هل بتطلع منه بمعلومه بتفيدك وبتخليك مبسوط، ولا بتطلع منه بمعلومه بتحبطك؟ هو ده السؤال. فعش النهارده بقى انا قاعد قدام التلفزيون واتفرج على برنامج البدايه بتاعته انا مش هقول لكم اخبار كويسه، طب انت متوقع مني ايه؟ مع العلم بان احنا الايام دي اتفقنا من اول يوم احنا في اشد الاحتياج ان احنا نبقى مبسوطين ونرفع من الحاله المزاجيه اللي تنعكس على الجهاز المناعي بتاعنا. ما تحبطنيش ارجوك، ما تحبطنيش. واتفقنا ان البرنامج بتاعنا من اول يوم لا تهويل ولا تهوين، يعني ما ينفعش تيجي تهول لي الموضوع وتيجي او تيجي تهوله لي. وده اللي احنا وصلنا له دلوقتي، ان الناس بقى عندها حاله فزع وهلع من موضوع بالمناسبه موضوع فيروس كورونا. قلنا فيروس تنفسي ممكن يصيب اي حد، هو رخامته في سرعه انتشاره، بس مش معنى ذلك ان مريض كورونا ده مريض نكره. مش معنى ذلك ان احنا نوصل لمرحله ان بعض الاهالي لما يبقى عندهم واحد مريض كورونا ولا قدر الله توفى الناس مش عايزه تروح تدفنه. انا شايف ان الاعلام كان ليه دور وكان ليه دور سلبي. انت وصلت الناس لحاله من الفزع والهلع. انت ممكن توصل لي المعلومه، ولكن لما تيجي توصل لي المعلومه دايما وصلها لي بالطريقه الايجابيه مش بالطريقه السلبيه، في الاخر هتوصل لنفس النتيجه. ولكن انت لما تيجي تصدر الاحباطات وتصدر الاخبار السيئه، انت متوقع مني ايه؟ اللي احنا فيه دلوقتي ده لان احنا تناولنا فيروس كورونا بطريقه خاطئه، لان من وجهه نظرنا ان الناس اللي تناولوا فيروس كورونا ناس مش متخصصه. تيجي تلاقي دايما من 10 ل 12 هو ده وقت البرامج التوك شو اللي موجوده في كل القنوات الفضائيه، واتفقنا من الاول ان كل الساده الزملاء اخواتنا وحبايبنا ومنهم اصدقاء ليا، هتلاقي من 10 ل 12 5 6 7 8 10 قنوات كلهم بيتكلموا عن فيروس كورونا. حاجه من اتنين بتحصل، يا تلاقي الضيف عن طريق التليفون عمال يلف على كل القنوات ومش عارف ليه، يا اما هتلاقي هنا بيلتقي بضيف وهنا بيلتقي بضيف وبتتقال المعلومه عكس بعض. انا كمشاهد بتلخبط وبطلع في الاخر بمعلومه ولا معلومه، معلومتين عكس بعض. ناس تقول لك تلبس الكمامات، ناس تقول لك لا ما تلبسش الكمامات، ناس تقول لك مش عارف لازم تمشي في الهواء الطلق، لازم، لان اللي بيسال السؤال هو حد مش متخصص، دي رقم واحد. رقم اتنين طريقه القائك للسؤال عامله ازاي؟ يا اما تلاقي حضرتك ايه، احنا اتفقنا حاجه من اتنين بتحصل، يا اما هتلاقي ضيف واحد بيلف على كل القنوات، يا اما هتلاقي هنا بيلتقي بضيف وهنا بيلتقي بضيف والكلام عكس بعضه. خلي بالك الى الان الناس بتبحث في موضوع فيروس كورونا، يعني لسه الى الان محدش وصل لمعلومه حقيقيه. تمام.
انا هتناول معاكم بسرعه بقى وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي في حاجه غريبه جدا لاحظتها، دايما الاخبار السلبيه دايما عليها اقبال وليها تركيز قوي. يعني مثلا تلاقي مثلا حد اصيب بفيروس كورونا، تمام، تلاقي الفيسبوك اتقلب. طب الراجل ده لما بيخف هي فين بقى؟ الناس ما بتتكلمش ليه؟ يعني الناس، الراجل ده لما تعب الناس كلها ابتدت تنشر ودخل المستشفى. طب الراجل ده لما خف بيخف ولا تسمع عنه اي حاجه خالص؟ انا هنا بسال سؤال، هو انت حضرتك لما تيجي تنشر حاجه على الفيسبوك الغرض منها ايه؟ هل الغرض منها انت عايز تصدر لي نوع من انواع الكآبه ولا ايه؟ ما هو ممكن يبقى فيه اغراض ثانيه انا مش عارفها يعني، بس ارجوك خليك في نفسك، انت الفيسبوك ده عليه ناس، واخدين بالكم؟ الحاجة النتيجة للهلع اللي حصل من وسائل التوتر الاجتماعي والإعلام، تكتشف ان انت كل ما تلاقي الأدوية عمالة بتسحب، ما انت خلاص انت وصلت الناس لحالة من الهلع والفزع، هوب بتلاقي الأدوية، الناس بتتهافت على الأدوية بطريقة خاطئة. وعشان كده احنا هنعمل معاكم سلسلة حلقات بعد كده نتكلم عن الثقافة الدوائية والثقافة الغذائية تاني، لأن انت مش عمال على بطال تاخد الدواء، الحد ده مش عارف كذا، الناس تجري على الصيدليات. محدش سأل ليه الناس وصلت لهذه المرحلة؟ لا، لازم نوصل، لازم نسأل نفسينا، لأن احنا عندنا قطاع الإعلامي اللي هو دور الإعلام ودور وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي وصلت الناس لحالة من الهلع والفزع، حالة لا أوفر شوية، أوفر شويتين ثلاثة. وبعدين طب أنت هتستفيد إيه يعني؟ معايا مداخلة، أنا مداخلة يعني، أنا عن نفسي لما بيحصل تليفون بيني وبين صاحب هذه المداخلة بيرفع من الحالة المزاجية بتاعتي، من الطاقة الإيجابية. وكذا مرة كنا عاملين كذا حلقة مع بعضينا وكانت مشاغبات. طب ما تيجي نشوف مين معانا مداخلة؟ صباح الخير. صباح الأنوار دكتور عادل مرزوق، صباح الفل عليك وألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، تسلم لنا دكتورنا الغالي. ايه اخبارك؟ وحشنا كتير، وحشنا دكتور هاني فرج والدكتور محمد راشد وفريق الاعداد كله، وبصراحه يعني وحشنا طلتكم الجميله يعني، والجمهور طبعا برنامج صحتك ثروتك. طمنا على صحتك الاول دكتور عادل. الحمد لله والله فضل ونعمه بخير، كانت يعني وعكه كده صحيه جديده شويه، ولكن الحمد لله عدت على خير. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. كتير دلوقتي احنا ان شاء الله يعني احسن كتير، دي لما نشوفك قدام الكاميرا نتاكد ان انت احسن كتير. لا طبعا، اكيد طبعا. واحنا نقدر نستغنى عن برنامج صحتك ثروتك؟ الله يخليك. وعن جمهور صحتك ثروتك، وعن مشاغبات عادل وعلاء عايزين نرجعها بقى تاني. طبعا لازم نشاغب بعض، مفيش اي مشكله خالص. انا راجع لك يعني ايه زي ما بيقولوا كده، لكل جواد كبوه، فراجع بطاقه اعلى يعني، فانت استعد بقى. وانا مستني هذه الطاقه. تمام. تعرف دكتور علاء، الوعكة الصحية اللي فاتت دي لفتت نظر الحتة كده لطيفة شوية، بما انك بتحب الحتة الإيجابية يعني. اتفضل. ان اسم البرنامج بتاع صحتك ثروتك العالم كله بيتعايش بيه دلوقتي. هايل، صح. بمعنى لو ان صحتك هي مش ثروتك الحقيقية، ما كانتش كل الناس دلوقتي قبعت وقعدت في البيوت. تمام. لو ان صحتك مش ثروتك الحقيقيه، ما كانش دول كامله وقفت حركات الطيران، وقفت السياحه، ما كانش الاقتصاد توقف، لان صحتك هي ثروتك الحقيقيه. تمام. لو ان صحتك مش ثروتك الحقيقيه، ما كانش دلوقتي البشر كله 8 مليار بني ادم على الكوكب ما بين في عزل او في حظر او على الاقل مقيد حريته. تمام. فده معنى وإشارة من كل البشر إن لما تقدم الأثر على الصحة، لا إحنا فضلنا إن إحنا نحافظ على صحتنا أولى من أي حاجات تانية. عشان كده صحتك، وده الهدف من البرنامج. عشان كده صحتك هي ثروتك. أكيد طبعا، صحتك هتفضل ثروتك. وإحنا دايما في البرنامج بنهتم بالصحة البدنية والصحة النفسية نفسية. وسعيد جدا إن حضرتك دايما بتأكد في كل حلقة وأنا متابعك ان لازم ننشر الطاقه الايجابيه مهما كانت الازمه. الله ينور عليك يا دكتور عادل. انا عايز اشكرك على المداخله اللي عملت نوع من انواع الطاقه الايجابيه في الاستوديو عندنا، وانا مستنيك ان شاء الله نرجع تاني مشاغبات عادل وعلاء. والف الحمد لله على سلامه حضرتك، واشوفك على خير ان شاء الله دكتور عادل. اشكرك. خليني وانا بنهي فقرتي الاولانيه النهارده، المقدمه بتاعتي عن دور الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر التوعية. المفروض الهدف الأساسي للفترة اللي جاية إن إحنا بننشر التوعية مع
مالناش دعوه بقى بالارقام والكلام ده كله، ده احنا قلناه من اول يوم. تعالى نعمل، خلي كده الناس يعني وسائل الاعلام تتولى بقى حوله التوعيه، ازاي الناس تتعامل الناس مع الكمامات، الناس ازاي الناس تتعامل مع الكحول، ويسيبوا الحاجات المتخصصه، هو برنامج واحد متخصص هو اللي يتولاها. الكتير ده بالنسبه بيجيب نتيجه عكسيه. انا خلصت مقدمتي النهارده، وقبل ما انهي مقدمتي بس عايز افكر الساده المشاهدين بارقام التواصل بيننا وبين سيادتكم عن طريق رقم الواتساب اللي هيظهر على الشاشه 012-04-87-8112. ده شغال معانا طول الاسبوع، اي حد ليه اي استفسار احنا تحت امر حضراتكم. اتمنى انا ما كنتش طولت عليكم. هنيجي بقى للفقره الثانيه النهارده، الفقره المستديمه معانا وهي فقره الكبسوله، وهنشوف الكبسوله النهارده هترد على استفساراتكم ازاي، والاسئله اللي جات لنا هترد عليها ازاي. طلعنا بقى فاصل عشان نخش بقى في الكبسوله، فاصل ونواصل.